أطلقت شركة الوعلان للتجارة جيلي اليوم سيارة ما وصفتها بمستقبل قيادة جيومتريسي الكهربائية كليا، وذلك في حفل أقيم في فندق هيلتون الرياض بحضور عدد من الإعلاميين المهتمين بقطاع السيارات الكهربائية. وشهد الحافل أيضا حضور عدد من خبراء السيارات منهم هاني الدغستاني وأبو نهال وعدد من المهتمين بهذا المجال. السيارة الأمامية اللي هي هيد أب ديسبلاي، متوفر فلتر لتنقيط هواء السيارة، وأيضا نظام مراقبة النقط العمياء، وكذلك كاميرات محيطية بزاوية رؤية 360 درجة، إلى جانب تم تعزيزها أيضا بنظام سبيد ليميت انفورميشن فانكشن اللي هو نظام مراقبة والتعرف على معلومات السرعة على الطريق وتعطي تنبيهات للسائق لا يتجاوز حدود السرعة وما إلى ذلك. متوفر أيضا فيها موضوع تنبيه فتح الأبواب بحيث برضو جيومتريسي، فهي راح تتوفر في السوق السعودي بإذن الله بفئتين، كل الفئتين مواصفاتهم ممتازة. فئة الفول كاملة بتعطينا مدى سير 485 كيلو، وفئة الستاندر بتعطينا مدى سير 359 كيلو. بالنسبة لضمان جيومتري فهي هتحصل على ضمان 5 سنوات ولا 150 ألف كيلو، ضمان يشمل كل الأجزاء ما عدا الأجزاء المستهلكة فقط. بطارية السيارة بنعطي عليها ضمان 8 سنوات أو 150 ألف كيلو، وعندنا خدمة المساعدة على الطريق 5 سنوات أو مفتوح الكيلومتر هنا في المساعدة على الطريق. شكرا جدا لحسن الاستماع. شكرا للأستاذ محمود على هذا التفصيل الجميل والعرض الرائع. الآن ضيوفنا الكرام، حضورنا الأعزاء خبراء عالم السيارات ومختصيها، اللحظة التي نجتمع من أجلها اليوم بعد التشويق لها والحديث.
الآية الأمين انضموا على المسبح معي للتعرف عليها بإبهاركم. أهلا وسهلا وانضموا معنا على المسبح وانقلوا الصورة الأولى لجيل جيومتري سي في المملكة العربية السعودية تقدمها شركة الوعلان للتجارة.
مع الإعلام يا هلا يا هلا يا هلا شرفتني طال عمرك. دائما هو دائما في رمضان يطلع عندنا بطولة جميلة في عطر الكلام وإن شاء الله الموسم الجاي تصير عندنا في الاستديو وتفرج ونشوف رأيك بعد في الشغل اللي قاعد يصير. إيش رأيك اليوم في حفل انطلاق؟ أنا مبسوط إني جزء من حفل تدشين اليوم. الإعلام صراحة طريقتهم في تقديم السيارات والعلامات اللي معهم مميزة، وتعرف يعني إعلامي مخضرم تعرف إن هذه الطريقة مهمة لتقديم صورة جيدة عن السيارة. السيارات الكهربائيه نقله جديده في عالم السيارات في العالم كله، فحلو نشوف اشياء اكثر للسوق السعودي باذن الله. شكرا سعيد طال عمرك. طيب ما يعتبر الجميل يا حبيبي، يعني انا صراحه من المتابعين لك في قناتك الجميله، وفيها معلومات دائما وفيها محتوى جيد يفيد المتابعين. اخيرا احنا نقول احنا يوم نحتفل باطلاق جيني، صحيح؟ كيف بيكون مستقبل السيارات؟ توجه كل شركات السيارات الان للكهرباء، من الصناع الكبار ونزولا لاي شركه سيارات عندهم منتجات كهربائيه، وسنه ورا سنه قاعد تنتشر. احنا في المملكه ماشيين على رؤيه 2030 الطاقه النظيفه والحفاظ على البيئه، وبدايه سيارات جيلي دحين عندنا كسيارات كهربائيه تحافظ على البيئه. نشوف وراها خطوات وخطوات باذن الله. شكرا استاذ حبيبي الله يسعدك. العزيزة من هال أهلا وسهلا حياك الله حبيب قلبي، فاجهتني والله الله يسعدك يا رب حبيب قلبي. رحت باليوتيوبر المتألق في عالم السيارة. إيش الرسميات هذه كلها؟ أخوك وأبد في الخدمة الله يسعدك يا رب إن شاء الله وياك يا رب. إيش رأيك في مستقبل السيارات الكهربائية؟ جاية لا محالة، بس أنت إيش رأيك بالحفل ولا والسيارة؟ انا شفت اليوم شفتك والاخاني وانت والمتابعين حق الخبراء السيارات هذه الله يسعدك الله يسعدك اتشرف فيك الله يرضى عليك.